صراحة حسين تقدير هو فريق كبير وفريق عريق وله تاريخ وله يعني مسيرة حافلة يعني بالإنجازات في إلى حدود 2002، ولكن في هذه الآونة الأخيرة نرى تراجع كبير في مستوى الفريق، حيث أنه في بعض المستويات ينتقل إلى يعني مراكز متقدمة وينافس على البطولة وينافس على كأس العرش، ولكن في الأخير يخسر الرهان. لذا السؤال المطروح هنا، ما هو السبب؟ السبب يمكن أن نرجعه إلى قلة وسوء تدبير لهذا الفريق أو لهذا المنظومة الكروية التي تمثل يعني جنوب المغرب بأكمله في قسم الصفوة. هنا نطرح السؤال مرة ثانية، يعني ماذا فعل مسيرو الحسن الأكدير من أجل النهوض بهذا الفريق؟ استراتيجية تواصل منبطحة، استراتيجية تسيير منبطحة. واقع حسن الأكدير هو واقع مزري، واقع مر، خاصة على المستوى التسييري. الفريق يتخبط يعني في واحد أزمة ديال تسير، أزمة مالية. كنشوفوا بأن ربما آخر مرة يعني شفنا واحد غضب، يعني واحد التمرد ديال اللاعبين، وهذا الشيء كامل ما هي إلا يعني تراكمات اللي خلات يعني الوضع يتفجر. وكنتمنى بطبيعة الحال أن الحسنية ترجع الهيبة ديالها وترجع المكانة الأساسية ديالها، لأنها فريق كبير، فريق يعني كيمثل هوية وثقافة، وفريق اللي ما كيمثلش فقط مدينة أكادير وإنما كيمثل يعني ربع المملكة وكيمثل كامل الشعب الأمازيغي بطبيعة الحال اللي كيحب هذا الفريق حتى النخاع. فعلا نادي حسنية أكادير هو نادي عريق، نادي كبير جدا، ولكن في هذه الظرفيه يعاني من عده امور، خصوصا الشق المالي، الشق المادي، انه فعلا خصو الناس اللي يرفعوه ويهزوا به وفعلا ويخرجوا من هاد الوضعيه المتازمه اللي خلات الفريق انه يتراجع وترجع المكانة ديالو. إن شاء الله الحسنية أكادير سيبقى غاليا ويبقى ذاك الفريق اللي تيمثل هاد الجهة، جهة سوس ماسة. وفعلا حنا تنتمناو أننا نشوفو حسنية أكادير في الأوج ديال العطاء ديالها، ونشوفوها تتمثل هاد الجهة أحسن تمثيل. وكنتمناو صراحه ان يعني يكونوا عقلاء، يكونوا حكماء، لانه يقودوا هذه السفينه ديال فريق حسنية أكادير الى بر الامان. أكادير يحتاج الى نهضه كبيره، يحتاج الى اراده قويه لساكنتها ولرجال اعمال المدينه وللغيورين على هذا الفريق الذي صراحه ينتابنا يعني شعور سيء عندما نراه في سقوطه امام فرق وفي البطوله وفي مجموعه من المناسبات. هو حاليا هو المساله تسير فعلا ماشي في المستوى المطلوب، لاننا حنا تناديو لانه الحسنيه تكون تتنافس على مراتب متقدمه في البطوله، والى حد الان هي تتحاول انها تنجا من 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 النزول للدرجه الثانيه. اذا حسنيه أكادير خصها اعاده النظر، سواء في التسيير، كذلك في البنيه ديالها ككل، باش نعاودوا نشوفوا حسنيه أكادير كما بغاها الجمهور ديالها.